جدا، وطبعا بإمكانكم العودة لهذه الفقرات على صفحتنا على الفيسبوك فلسطين هذا الصباح، أو حتى على اليوتيوب على قناة تلفزيون فلسطين. نواصل وإياكم بمحطاتنا ونتابع من القاهرة ونتحدث عن الأعمال الفنية بالفن التشكيلي. نتعرف اليوم مع زميلنا نضال ناطور على الفنان عمر الفيوم، الفنان التشكيلي الذي صمم لوحاته من وحي فنان وشاعر فلسطين شاعر القضية محمود درويش. نتابع إياكم من استوديو القاهرة. صباح الخيرات زملائي بفلسطين ومشاهدينا بكل مكان. معنا اليوم فنان تشكيلي مصري شارك في معارض عديدة بلوحات عميقة جسد فيها وجوه الناس في المقاهي وأحاسيسهم في الشوارع المختلفة ليعبر عن أحوالهم وأحزانهم وانتظاراتهم الطويلة. نلتقي بالفنان عمر الفيومي، 40 سنة من الإبداع والعطاء الفني. رح نتعرف اليوم على إبداعاته وأهم لوحاته. أهلا وسهلا فيك. أهلا سيد عمر. أهلا وسهلا جميعا. يعني حضرتك كان لك معارض عديدة بداخل مصر وخارج مصر، تأثرت بالحياة العامة للناس بالأحياء الشعبية بالشوارع. صحيح. المقاهي حبيت كثير تقعد، قضيت وقت بالمقاهي مراقبة يعني أحوال الناس. بالزبط. من فرح وحزن كل الأحاسيس، يعني رصدت هاي الأحاسيس. شو بتعني لك؟ ماذا تمثل لك المقاهي؟ بالنسبة لي المقهى أو القهوة زي ما بنقول يعني عايز أقول حاجة الأول، في مثل شعبي مصري، وأعتقد مصر وفلسطين قريبين جدا من بعض، أو مصر وبلاد الشام عموما يعني. المثل بيقول إنه جنة من غير ناس ما تنداس. ما بتنداس، مظبوط. أعتقد إن عندكم نفس المثل تقريبا يعني. فأنا بالنسبة لي المقاهي والأماكن والشوارع والبيوت، وخصوصا الأماكن القديمة المناطق الشعبية زي المنطقة اللي أنا عايش فيها زي منطقة القلعة والحتة دي، لو ما فيش ناس عارفهم هتبقى يعني صعبة، غربة، هتحس بغربة فيها. بالضبط. أنا لما مرة من المرات رجعت، أنا قعدت 7 سنين في الاتحاد السوفيتي السابق، مرة رجعت في صيف كان في ناس كتير قوي من أصحابي مش موجودين في القاهرة، كانوا مسافرين، حسيت بغربة شديدة جدا. يعني أنا كنت حاسس بغربة وأنا هناك، لأنه هناك بلد مش بلدي، لغة مش لغتي، حياة مختلفة عن حياتنا. فجأة أكتشف أن أنا جيت هنا في البلد بتاعتي اللي أنا اتولدت فيها بعد غياب فيها. 7 سنين بعد في وسط الفترة، في وسط 7 سنين جيت في مرة. يعني أنا قعدت آخر 3 سنين ما نزلتش، بس ال4 سنين الأولين كنت برجع كل صيف. ففي مرة من المرات اللي أنا رجعت فيهم كان ما كانش في حد من أصدقائي اللي أعرفهم، فكنت بنزل مش لاقي حد، مش حاسس بغربة كأنه أنا في بلد تانية خالص. فاللي أقصد أقوله أن أنا لما رجعت بقى بعد كده وعشت، كنت حاسس إحساس الغربة ده بيزيد كل مرة. يعني حتى قبل ما أعمل آخر لوحتين اللي اتعملوا في المعرض العام، كنت عامل معرض في من سنتين اسمه، كنت مسميه كانوا هنا، ده كانوا هنا، ده كان آخر لوحتين، آخر واحد اللي قبله كنت عامل وكأنها القاهرة. لأنه أنا عشت اتولدت هنا في المنطقة مش بعيد عن المنطقة اللي احنا فيها، وعشت معظم حياتي أو كل حياتي تقريبا غير الفترة دي اللي كانت في الاتحاد السوفيتي، عشت في القاهرة وعارفها كويس قوي. كنت بمشي يعني، أنا كمان يعني معروف عني أن أنا مشاء جدا، بحب أمشي كتير. يعني كنت بخرج مثلا من كلية الفنون الجميلة أتمشى في الشارع ده لغاية ما أوصل بيتنا في الهرم، أيام ما كنت بعد كده اتنقلنا الهرم. فأقصد أقولك أن أنا بحب جدا المشي والفرجة والناس. احيانا كتير جدا كنت اقعد في ميدان التحرير، كان في النافوره، فكنت بقعد جنب النافوره دي اتفرج على الناس وهي ماشيه، ملامح وشوشهم، حالاتهم النفسيه. الموضوع ده كان بيأثر فيا جامد يعني. وبعدين لما دخلت على المتحف المصري كنت بتفرج برضو على وشوش وجوه الفيوم او بورتريهات الفيوم، مش عشان انا اسمي عمر فيومي، لا، عشان انا بحب الوشوش، بحب ارسم الناس، بحب ترصد الوجه وتعبيراتهم وانفعالاتهم. فقعدت اشتغلت تقريبا في 97 على الموضوع ده، عملت معرض كامل عن بورتريهات الفيوم، كان فيه تقريبا 30 لوحه. قد بتعتمد استاذ عمر على الذاكره البصريه؟ يعني مهمه الذاكره البصريه للفنان، قد بتعتمد عليها وعلى التجارب الشخصيه كتير خلال العمر؟ يعني طبعا من الطفوله لحتى بالضبط. انا بحب زي ما بقول لك
القهاوي والشوارع والناس. لما هقعد على القهوه مش هقعد امسك لوحه واقعد ارسم، احيانا ببص بتفرج على الناس بعيني، واحيانا لو معايا كاميرا الموبايل باخد صوره، لو في حد لفت انتباهي باخد الصوره له، او وانا ماشي بقعد قدام منظر بيت قديم من البيوت اللي في المنطقه عندنا اقعد اتفرج عليه، ده بسجله في دماغي زي ما كان ايام فنانين عصر النهضه كانوا بيعملوا كده على فكره، كان يطلع يشوف المنظر وبعدين يرجع المرسم بتاعه يقعد يشتغله. فكره انه يطلع بالحامل بتاع الرسم بتاع المناظر ويعمل شغل ده بقت بعد كده، اتعملت بعد عصر النهضه بفتره يعني يمكن في من 200 سنه فاتوا يعني. فانا بحب اقعد اتفرج على الناس وعلى البيوت وعلى القهاوي، وبعد كده بخزن في الذاكره وارجع اشتغل في البيت. استاذ عمر، مهم يعني نحكي عن استوحاد فكره لوحات كانوا هنا من قصيده لمحمود درويش، وان اعادوا لك المقاهي القديمه من يعيد لك الرفاق. بالضبط. كيف نقلت كلمات درويش للوحتين من اجمل اللوحات اللي رسموا على المكان، وقديه معبره شكل الطاولات والكراسي الفارغه، يعني مقاعد فارغه بهاي المقاهي. انا بحب محمود درويش جدا على فكره، من زمان، من وانا طالب في الثانوي يمكن او اكثر يعني، وكان عندي تقريبا معظم اشعاره ودواوينه، وكتير قوي بفتح اليوتيوب عشان اسمع صوته. وحضرت له ندوه في التجمع زمان في الثمانينات الله يرحمه. فبالنسبه لي شغله بحس انه بتاعنا قوي يعني، قريب مننا جدا. وانا شغال لما كانت عملت تيمة المعرض العام الاخيره اللي هي ذات مصر المعاصره، زي ما بقول لحضرتك قبل من كده لما كنت شغال على كانها القاهره، فحسيت انه التعبير بتاع ذات مصر ده دخل مع كانها القاهره، وابتديت احس انه ما هو يعني احنا فين؟ ايه اللي بيحصل؟ الزمان بيتغير يعني. الزمن بيتغير، الناس بتتغير، احنا بنكبر كمان وبنستوعب حاجات تانية ما كناش شايفينها قبل كده. فقعدت افكر، طب ما انا يعني انا بحب القهوه جدا وبحب ارسم القهوه، طب انا ممكن ارسم القهوه بس وهي فاضيه، لانه كان في ناس كتير اصحابي الله يرحمهم راحوا للعالم الاخر اللي احنا ما نعرفش عنه اي حاجه لسه، وهنعرف لما نروح. وفي ناس كثيرة بطلت تنزل، في ناس كثيرة سافرت من مصر. فحبيت حسيت انه الفكرة بتاعة المعرض ماشية جدا مع فكرة الفقد والتغير اللي بيحصل. فرسمت اللوحتين دول، قعدت اشتغل عليهم، فحسيت انه ده هو اللي بيعبر فعلا عني دلوقتي. كمان الفن يعني عادة ما يعكس واقعا حيا يعني، وحالة عامة بيتحرك من خلالها الإنسان. قد ايه بتشوف الفن ممكن ينقض هذا الواقع ويواجه الازدواجية ببعض الأحيان بمجتمعاتنا الحديثة؟ بصي أقول لحضرتك على حاجة، الفن لو ما عبرش عن الواقع يعني، أنا دارس في الاتحاد السوفيتي فمتأثر بالواقعية الاشتراكية شوية، تأثرت بيها أو يعني. فاقصد اللي اقصد اقوله انه الفن لو ما كانش بيعبر عن المجتمع والحياه اللي احنا عايشينها هيبقى لطيف وكل حاجه، بس مش هيعيش كتير، انا اعتقد كده. والفن ده يعني اقول لحضرتك على حاجه، الفن مهم قوي انه يعبر عن الانسان او الوطن العادي والانسان البسيط. يعني في انا فاكر واحد صديقنا مره قال، انا لو الفن اللي انا بعمله ما فهموش ابويا وامي وجيراني واصحابي يبقى ملوش لازمه. احنا بنعمل فن عشان الناس تستوعبه وتشوفه وتستمتع بيه في نفس الوقت، يعني مهم جدا الفكره، الشكل الجمالي، الموضوع يوصل ويفهم المجتمع شو عم بيحصل طبعًا حواليهم. طبعا يعني. ما هو يعني احنا بنعمل ليه الفن؟ عشان بس نعمل حاجه جميله؟ ما يعني ما حاجات جميله كتير موجوده، بس لازم يبقى في حاجه توصل تتلمس مع البني ادم. واللي بيبقى في الاخر الفن الجميل اللي هو يوصل، اللي بيأثر على المشاهد بتاعه. ممكن تشوفي لوحه حلوه ولطيفه وكل حاجه، وبعد ما تخرجي من القاعه مش هتتأثر، ما تترك بصمه بالواحد. بالظبط، هتوصل يعني هتوصل في لحظه وهتختفي بعدين. صحيح، ده الفكره. يعني الفنان التشكيلي عمر الفيومي بتشكر حضرتك بنهايه هاي الفقره، انتهى وقتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. بهيك بتكون انتهت فقرتنا لهذا اليوم، عوده اليكم زملائي باستديوهات رام الله، ونهار طيب للجميع.